ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته إن كنا صويحبات يوسف؟ يعني هذا لما قال مروا في مرضه صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، قال لعائشة مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت يا رسول الله إنه رجل أسير إذا وقف موقفك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف، يعني أنا آمرت وأنت تقولين كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لي، كان تقديم أبي بكر رضي الله عنه دليل على خلافته، قدمه الرسول في الصلاة فقدموه في الخلافة وقالوا يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم.